رغم طول السنين لم تجف دموعهم، فثلاثة آلاف قتيل سقطوا في هجمات 11 من سبتمبر لم يفارقوا ذاكرة أهلهم وأصدقائهم. إحياء الذكرى يأتي هذا العام مع عودة طالبان لحكم أفغانستان، الحركة ذاتها التي آوت مخططي الهجمات. عند النصب التذكاري للهجمات في نيويورك جراوند زيرو، قرعت طبول النشيد الوطني إذاناً ببدء مراسم الذكرى. تابعها الوقوف 6 دقائق صمت، رمزية تعود للوقت الذي استغرقه ضرب البرجين وانهيارهما بحضور مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين. وأسر الضحايا يستذكرون أسماء قرابة 3000 قتيل قضوا في الهجمات. مراسم استمرت 4 ساعات استعاد فيها ذو الضحايا لحظات رعب عاشها الأمريكيون قبل 20 عاماً، من ضمنهم من عاش تلك المأساة، ومن بينهم من كان صغيراً لم يسمع سوى بقصص من الهجوم. And my big brother, we love and miss you every day. مدينة نيويورك التي شهدت سقوط غالبية القتلى في تلك الهجمات أحيت الذكرى ب7 فعاليات طوال اليوم، من ضمنها فرق موسيقية ومغنون. الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، والذي هزت الهجمات إدارته قبل مرور عام على توليها، شارك في حفل مماثل في ولاية بنسلفانيا التي شهدت إسقاط طائرة مدنية اختطفها عناصر القاعدة، ويعتقد أنها كانت ستستهدف إما الكونغرس أو البيت الأبيض. 20 years ago we all found in different ways in different places but all at the same moment that our lives would be changed forever. ذكرى الهجمات التي تزامنت مع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان تشكل نهاية حقبة من التصدي للإرهاب وبداية أخرى تأمل الولايات المتحدة ألا تتكبد فيها أي خسائر أخرى.